كمان كنت في صغري اكره روح على المطاعم. أسوأ شيء بتقول لي يلا نروح على مطعم. ليش؟ كل الناس يحبوا الأكل وكل الناس يحبوا المطاعم. عشان أنا كل ما أروح مع أهلي ومع رفقاتي قولوا باخد سلطة. باخد سلطة بيضحكوا، شو عم تاخدي سلطة؟ شو صرت صحية؟ خلاص رح تضعفي أخيراً، وعيتي على حالك. دايماً المزح. وإذا ما باخد سلطة باكل برجر بيتزا بيضحكوا. أماني ما قلنا لك لازم تضعفي، ما خلص ليش عم تعملي هيك في حالك؟ خدي لك سلطة أحسن لك، لا خليك تاكلي سلطة. المجتمع كان عنده رأي في كل شيء، في ملابسي، في تصرفاتي، في كلامي، في لبسي، في كل شيء. المجتمع كان عنده رأي وأنا كان لازم أسمع رأي المجتمع ومش رأيي. أنا كنت طفلة صغيرة ما كنت بفهم، وحلمي الوحيد اللي كان المجتمع يتقبلني ويحبني كما أنا. بس لا، للأسف نحن عايشين في مجتمع صعب وظالم. أنتوا كلكم عم تسألوا حالكم كيف صارت هالبنت من التنمر للبكا لعائلها، لعائلتها اللي ما عم بتساعدها، كيف صارت اليوم مرأة تقبلت حالها، مرأة صارت عندها ثقة في حالها، ومرأة صارت تحب حالها. رح أقولكم كيف، بس الطريق كان طويل طويل وصعب، وبكيت كثير. الطريق لازمه عزيمة، إصرار، قوة. المجتمع قال لي إلي أنا مصحية، قال لي إلي أنا بشعة، قال لي إلي أنا ما رح أوصل حياتي لأني مني حلوة، قال لي السلولايت وستريتش ماركس اللي عندي رح يضروني، وقالوا 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 وقالوا. وأنا سمعت الكلام ده، وأنا تفكيري أكلوا المجتمع وما خلوني نعيش حياتي ودمروا لي صغري. بس أنا اليوم غيرت تفكيري، سألت حالي هيدول الأسئلة: السلولايت وستريتش ماركس اللي عندي عم بيضروني؟ عم بيضروا صحتي؟ لا، هيدي طبيعة جسم المرأة، ما عم بيضروني. أنا لأني سمرة وطويلة وجسمي أكبر من نساء تانية، يعني أنا مش صحية؟ خلص لا، مين أنت دكتوري لتعرف؟ غيرت تفكيري وفهمت اللي لما أنا بغير تفكيري في غير تفكير المجتمع، وفهمت اللي أقوى وأهم حب هو حب الذاتي. خاطر لما أنت تحب حالك كلام المجتمع ما عنده ما وين يوصلك، وما ما بيهمك كلام المجتمع، يهمك بس كلامك أنت، لأن هذه هي الحاجة الوحيدة المهمة.